الله جل وعلا، ولا أريد أن أستطرد فيها حتى لا نخرج عما نحن فيه. هذه ثالث شخصية. رابع الشخصيات أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وذلك أن عائشة رميت بالحديث المشهور المعروف بحديث الإفك. كلمة إفك أقبح الكذب، لماذا؟ لينفي عكس الحقائق. قلبها لم يقل الله، والمؤتفكة أهوى. من المؤتفكة؟ قوم لوط. لماذا سموا مؤتفكة؟ لأن الله قلبهم. فالإفك قلب الحقائق، فإذا كانت الصديقة بنت الصديق تتهم بهذا، فما يقال أصلا في البغايا، ما يقال في عوام النساء. هذه الصديقة خرجت مع نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة الله، ثم والجيش عائد إلى المدينة. قبل أن يصل إلى المدينة بمراحل بسيطة جدا أناخ الجيش، وكان الجيش يسير على مراحل. لما أناخ رحله خرجت رضي الله عنها لبعض حاجتها، خرجت من هودجه، والنساء يومئذ يوضعن في الهودج ثم يحمل الهودج على الإبل. فخرجت من الهودج، لما عادت فقدت عقدا كان عليها، ذهبت تلتمسه. شيء طبيعي أن الإنسان إذا فقد شيئا أن يراوح ويبحث عنه في المكان الذي فقده فيه. فخرجت في هذه الفترة، في هذه الحقبة الزمنية البسيطة، جاء المسؤولون عن هودج أم المؤمنين، حملوا الهودج، ولم يقع في ظنهم أن أم المؤمنين ليست فيه لسببين. السبب الأول أنها رضي الله عنها وأرضاها كانت خفيفة اللحم، أنا ذاك سنها يعني إذا بالغنا يكون 16 عاما، فكانت رضي الله عنها خفيفة المحمل أصلا، خفيفة اللحم كما قالت هي رضي الله عنها في الحديث الصحيح. والأمر الثاني أنهم ما كانوا يفتحون الهودج أو يتفقدونه، لأنه غالب الظن أن المرأة فيه، فحملوه. فلما حملوه وذهب صار الركب مع الجيش كله، بقيت رضي الله عنها عادت، لم تجد أحدا، بطبيعة الحال لا تجد أمرا تصنعه، أنا أخذت تحت ظل شجرة غلبتها عيناها نامت، وهذه كلها أمور تمضي بقدر الله. في هذا الوقت كان صفوان بن المعطل السلمي في آخر الجيش، أدلج يعني تأخر مساء، أقبل وجد أم المؤمنين، عرفها لأنه كان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب، ومرأة نائمة تحت ظل شجرة إلا ينكشف شيء من وجهها حتى يعرفها. كان عبدا صالحا، ما زاد على أن قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يزد عليها رضي الله عنه وأرضاه. أفاقت أم المؤمنين على صوته، قرب منها الرحل، ركبت عليه وساق الناق الهودج، ساق ناقته وعليها أم المؤمنين، ولم يكلمها كلمة. عبد صالح وامرأة طاهرة زوجة نبينا في الدنيا والآخرة. أقبل الجيش المدينة، أناخوا، وإذا بصفوان يسوق ناقته وعليها أم المؤمنين. رآها رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، فقال عياذا بالله امرأة نبيكم مع رجل والله ما سلمت منه ولا سلم منها، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا الخبر تنقله الناس، ولا نريد أن نزيد في التفصيل، فنقول إن الناس انقسموا في هذا الخبر إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام. قسم وهم الأكثرون حموا أسماعهم وألسنتهم وما نطقوا إلا بخير، وقسم بادروا إلى التكذيب وإلى نفي الخبر وإلى وصفه بأنه إفك وإلى الجزم ببراءة عائشة، وهذا يمثله أبو أيوب الأنصاري وزوجته. وقسم لم يخترعوا الخبر وإنما تناقلوه ظنا منهم أن نقله ليس بالأمر العظيم وأن نقله هين. وقسم عياذا بالله هم الذين اخترعوا الإفك ونشروه وحاكوا حوله، وهؤلاء في مقدمتهم عبد الله بن أبي بن سلول. هذه الأربعة الأقسام من أثنى الله منها؟ على من أثنى الله منها؟ أثنى ربنا على القسم الثاني. قال الله جل وعلا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ولولا هنا للحظ، للحث، للدعوة، للترغيب في الشيء. فهذا القسم هو الذي نعته الله. عادت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها مؤمنة غافلة لا تدري ما الذي وقع فيه الناس، حدثت أمور طويلة جدا ليس هذا وقت التفصيل فيها، لكن من جملتها أنها عرفت أن الناس يتكلمون عنها، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن
تبقى في بيت أبويها لأنها كانت مريضة على أنها تمارس دواءها وعافيتها هناك. شعرت رضي الله عنها بأرضاها أو أرضاها بتغير النبي صلى الله عليه وسلم عليها. في هذه الأحداث كلها تمر والوحي لم ينزل بشيء، قرابة شهر كامل والوحي لم ينزل بشيء، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر، والإنسان الذي يعني لا وحي عنده يلجأ إلى الناس يستشيرهم. فلجأ صلى الله عليه وسلم إلى خواص أهله، إلى مولاه أسامة وإلى علي. أسامة ذكر خيرا عن عائشة وقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا، لكن أسامة مولى بالنسبة لرسول الله، أما علي فابن عمه عصبته يهمه شأن النبي. كأن علي رضي الله عنه أراد أن يعني يغلق ملف القضية. يتكلم علي الآن عائشة من باب فض النزاع، من باب أن لا يبقي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة من الغدو والرواح والسؤال. على الأقل هذا رأيه، رأيه في كيفية التصرف في الموضوع وليس رأيه في عائشة كما سيأتي. بعد ذلك لما اشتد الأمر على رسول الله كانت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أعلم أنني بريئة، وهي بلا شك أعلم بنفسها، لكنني وكنت أعلم أن الله سيبرئني، لكنني ما كنت أظن أن الله سينزل في شأني وحيا. رضي الله عنها وأرضاها كانت تعرف قدرها وتعلم أنها أحقر من أن ينزل الله فيها قرآنا، هذا ظنها بنفسها، لكن الله كان أرحم بها من نفسها. فأنزل الله جل وعلا على نبيه في بيت أبي بكر ورسول الله في نفس البيت، وأم رومان التي هي أم عائشة، وأبو بكر صديق هذه الأمة الذي كان حاضرا آنذاك وهو والد عائشة، ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي في يوم حار، فينزل عليه أنه في يوم شائت بارد، فكأنه في يوم شديد الحرارة لثقل الوحي عليه. وينزل الله جل وعلا قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. وأخذت الآيات تذكر الأحداث وتبين الموقف الصحيح وموقف من أخطأ، وتعنف على من خاض فيها، وتدعو أبا بكر إلى الفضل، إلى أن قال الله الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وهذا موضوع الشاهد في هذا اللقاء المبارك، أن الله نعت عائشة وصفوان بأنهما مبرآن مما يقوله الناس فيهما. قال الله جل وعلا أولئك مبرؤون مما يقولون، معنى قول الله الطيبات للطيبين أي الطيبون الأقوال للطيبين من الناس هم أليق بها سواء كانوا رجالا أو نساء، والطيبون من الناس رجالا ونساء مثل عائشة وصفوان وغيرهما أهل للطيبات من الأقوال لأن يحمدوا ويمدحوا. وقال جل وعلا الخبيثات للخبيثين والخبيثين للخبيثات، معناها الخبيثات من الأقوال لا تليق إلا بأهل الخبائث، والخبيثون من الناس عياذا بالله لا تليق بهم إلا الخبيثات من الأقوال. أما الصديقة بنت الصديق وصفوان بن المعطل فإنهما طيبان من خيار الخلق، فهما أليق وأحرى أن يقال فيهما الطيب من القول. هنا يظهر فضل عائشة من هذا الوجه لا من الوجه العام، فإن عائشة ليست أفضل من يوسف ولا موسى ولا مريم على الأظهر، لكن يظهر خصيصة لها هنا. وقد توجد خصيصة لعبد تميزه عن ما هو أفضل منه، لكن لا تميزه على من هو أفضل منه بالكلية. فعثمان أشد حياء من أبي بكر، لكن لا يعني ذلك أن عثمان أفضل من أبي بكر من كل وجه. المقصود أن الصديقة رضي الله عنها برأها الله بقرآن يتلى، وأما يوسف برأه الله بشهادة صبي، ومريم برأها الله بنطق نبي، وموسى برأه الله بمضي حجر، وبرأ الصديقة بنت الصديق بقرآن يتلى إلى يوم القيامة أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. سأقف وقفة أخيرة هنا، لا أستطيع أن أنهي الموضوع دون أن أقولها، ألا وهي قضية علي رضي الله عنه مع عائشة. الناس يعني يجب أن ننظر إلى الصحابة على أنهم بشر، فإذا نظرنا إليهم على أنهم بشر أصابتنا راحة نفسية ونحن نتحدث عنهم. لماذا؟ لأن البشر
هناك أشياء في بشريتهم لا ينفكون عنها. علي رضي الله عنه قال هذا القول في نظري في قضية عائشة الأولى من باب أنه كما قلنا من عصبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قدر أن تقع موقعة الجمل التي خرجت فيها عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلح، ومعها الزبير وطلحة وغيرها من غيرهما من الصحابة. فحدث ما حدث من صراع عسكري، ثم سرح علي رضي الله عنه أم المؤمنين إلى المدينة ودعها من هنالك من العراق، وقال فلما رأته يودعها ويحتفي بها قالت رضي الله عنها تريد أن تزيل الشبهة عن علي، قالت والله إنه ليس بيني وبين علي إلا ما يكون ما بين المرأة وأحمائها رضي الله عنها، تعاملت بشرية بحتة، وإنه تقول والله لمع مع معتبتي له يعني عتابي علي على رأيه ذاك لأنه عندي لمن الأخيار. فقال علي رضي الله عنه وأرضاها والله إنها لصادقة، ما كان بيني وبينها إلا ذاك، وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. بعد هذا القول من هذين الخيرين الكريمين علي وعائشة يرد قول كل سفيه يقحم نفسه ما بين علي أمير المؤمنين ورابع الراشدين وما بين عائشة زوجة رسول ربنا وخاتم النبيين إلى يوم جوزته في الدنيا والآخرة، فيقحم الإنسان نفسه ما بين هاتين الشخصيتين الكريمتين. هذا الذي كان ما بين علي وعائشة تفرضه الجبلة البشرية، لا يوجد في الشرع ما يمنعه ولا في الواقع ما يرده ولا في العقل ما ينقضه، لكن لا ينبغي للإنسان أن يحسن أن يتحدث فيما لا يحسن، وأن يقتحم الأسوار العالية التي أحاط الله بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين من التزكية في خلقهم وخلقهم، وأنهم كرام الخلق وصفوة أصحاب النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ورضي الله عن أصحاب نبينا أجمعين بلا استثناء. هذا أيها الأخ المبارك ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأنت فطن أن الغاية من هذا كله أن نحفظ ألسنتنا من الخوض في أعراض الناس، وهذا مطلب عظيم وموئل كريم يجب أن يتحلى به كل مؤمن. قال صلى الله عليه وسلم الربا كذا وستون وسبعون بابا، وإن أدنى الربا كأن يأتي الرجل أمه، وإن أعظم الربا استطالة عرض الرجل المسلم. عاذنا الله وإياكم من ذلك كله، وبلغنا الله وإياكم من الخير فوق ما نؤمل، ودرأ الله عنا من الشر أكثر مما نخاف ونحذر. هذا والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.